اهلا وسهلا ومرحبا، كديري لاباس عليكم؟ متتبعات الغزالات الوفيات الفنونات، كل شي مزيان. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. البنات اللي وصلوني نشارك معاهم الخياطه، هذا يا حبيبات ديالي، غنشارك معاكم الخياطه اللي كنخيط الكشمير، وكن غنشارك معاك الديكورات اللي كندير الناموسيه ديالي وديال ولادي. صراحه في هذا الفيديو ما غنشارك معكم الناموسيه ديالي، غنشارك معكم ديال ولادي بجوج ان شاء الله باذن الله. هنا البنات كنوريكم هذه، راه يلا كملتهم، كملت ولدي الاول، هو الكبير هو الاول. درت ليه هاد الثوب الكحل اللي كيكون غير ب20 درهم، وزينته بهاد اللعيبه اللي محطوطه غير الفوق، ممكن يحيدها ويتغطى بها ولا يحط على جيلاتو وتجي ديكور زويون بحال الطريقه. يعني ممكن ديروها سامبل، ممكن ديروها كشي ديكور فوق منها، كل واحد وكيف بغى. بالنسبه لهاد الثوب الفوقاني البيض والكحل داير 35 درهم، خديت غير متر ونص ب50 درهم، غير زوقت به، والكحل ب20 درهم. وبالنسبه لهاد الكشميره داير 40 درهم، وكاين ديال 30 درهم، وكاين ديال 25 درهم. عرفتي السوق الثوب اللي حدانا، حدا سوبر، فيه هادشي خطير وواعر، لا غير ما بغاش يسخن. البنات غادي نشارك معكم الفصاله والخياطه. بالنسبه لهاد الديكور اللي درت لولدي، درتو سامبل، ما درت ليه لا الفوق لا التحت، درتو بلاستيك وغلفت. غادي ندير انايا كشميره في البيض ناموسيتي انا، وغادي نشيط منها مخيطات، غندير وحده لولدي الصغير وحده لولدي الكبير، غير باش يهرس شويه داك البيض، يهرس شويه اللون، انا جا اللون في اللون. هادشي اللي كاين، ان شاء الله غادي نشارك معكم تفاصيل كيفاش كنخيط، كيفاش كنفصل، كيفاش كنخيط الوساده مخيطه، كلشي غنشارك معكم. غير تبع الفيديو طويل شويه، فيه 21 دقيقه، ولكن راه مفيد جدا جدا. غادي نشارك معكم حتى لي زور ديال الناموسيه ديال ولدي الصغير. انا غندوز البيت دابا ولدي الصغير، ونكمل معكم ان شاء الله الفيديو. هنا بالنسبه لهذا راه هو خيطتو في هذا النهار، هذا يلا خيطتو عندو الاول القديم، انا غادي نوريه لكم نفس الطريقه باش نخيط الكشميره. هي باش كنخيط ليزر، كنلعب دائما على الالوان ديال البيوت ديال ولدي. بالنسبه لهذيك الخضيره اللي درت ولدي، راه كاين في الفاس ديال الحيط الاخر، صراحه نسيت ما وريتوش لكم. كاين داك الويه الخضيره في واحد الفاس، من نهار نعدل البيت ديال ولدي نقادو كامل، راه غنعاود ليه التعديل وغنكبر ليه الناموسيه ان شاء الله. ما قال لي ماما تشهيت ناموسيه كبيره، قلت غادي نصيبها ليه. هنا البنات وريتكم ان كيفاش كديروا لي ديكور من الفوق، كيعطي واحد الجماليه الناموسيه، وكيفاش ممكن ديروا غطوي غير عادي وتحطيه. هادو بالنسبه ديال الصيف، انا باقي ما فينيتوش من الخيوطه ومن هنا. هاد لي دور بالنسبه للصيف، هادو درتهم ليه للصيف ان شاء الله. غير الثوب محطوط محطوط، اللهم نخيطو ان شاء الله باذن الله. هنا كنوريكم هاد لي دور درتو بلاستيك، خيطتو بلاستيك، ولي دور الاخر بالسلسله. يعني ممكن تخيطو بسلسله، راه نفس الطريقه باش تخيطو لاستيك، غير هذاك تزيدو الثوب اخر من تحت وكديرو السلسله. البنات كنتسنى الراي ديالكم، كيف جاتكم هاد الفكره ديال الخياطه، وكيف جاتكم المشروع الجديد؟ واللي بغى شي حاجه واي سؤال مرحبا والف مرحبا، واللي بغى نحط ليه النمره حتى هو غير يكتب لي في كومونتير ونصيفطها ليه ان شاء الله يا ربي. ندوزو دابايا ان شاء الله باش نوريكم الاخرين اللي خدمت. بالنسبه لهاد الثوب داير 30 درهم، هذا 30 درهم المزيان، كاين ديال 25 ولكن هذا المزيان 30 درهم. ندوزو دابا طريقة الفصالة إن شاء الله. ودابا البنات غادي نوريكم كيفاش كنفصل الكشميرة اللي كتجي بلاستيك ديال الناموسية. متضحكوش على الروينة، ثم الروينة عين سالي، وغادي نجمعها. البنات الطروفة اللي كيشيطو ليا، أنا غنوريكم كيفاش كيشيطو ليا الطروفة. غادي نخيطهم كلهم وغنديرهم لغطر كنغطي بيه الخبز، لأن الثوب ديالهم سخيخن. المهم هنايا غادي نبارطاجي معاكم، ها هم شتو دابا. مثلا الناموسية عندك فيها جوج مترو، مثلا أنا الناموسية اللي عندي فيها جوج مترو على مترو وعشرين، هادي ديال ولدي الصغير شتو.
مع دابا هذا تخيل عندي هنايا غادي نعبر عندي فيها 2 متر هكا في الطول ومتر و20 في العرض والهبطة ديالنا موسيا فيها 20. دابا رحت ولدي نايت ما بقيتش كنشرح لكم، انا نشرح لكم في هذا يعني مثلا عندي هنايا 1.20 وهنا 2 متر نيشان وهذه الهبطة هذه فيها 20. دابا فهمتوني غادي نشد هذا الثوم غادي نثنيه على 4 هاك على 4 1 2 3 يعني القناص كلهم نجيبهم هنا سي وانايا خليت 10 سنتيم ديال الخياطه اللي غادي من تحت ودرت في الثوم 2 متر و50 هانتوما تلاحظوا شنو عندي دابا ملي تنيتو على 4 بحال غيولي عندي في الطول حيت هادي متنية على 4 هانتوما نجيبولكم في هاد اللعيبة هانت ماشي نفهمكم كيفاش نية طويت على 4 دابا مثلا هادو هو التوب كامل ها كيفاش طويت على 4 طويت مثلا هاكا وطويت هاكا دابا هادي هي الطويلة اللي درت على 4 يعني شديت أنا التوب كامل عندي هنا فيه 1.80 وهنا فيه 2.5 متر في التوب ديال الناموسية عندي 2.5 متر وفادي 2.80 كتشدو كتثنيو يعني دابا هاد القمح هو اللي غادي نقطع صافي أنا بغيت غير نفتر ليكم هادي هي الثنية اللي ثانية على 4 دابا هذا مثني على 4 صافي دابا غنجي هنايا غادي نخلي هنايا سين ديال الناموسية ونحيد حنا غنحيد 30 هنا غنحيد 30 وغادي نعبر عاوتاني هنا 30 يعني جات هنا قد العرض قد الطول اللي غتحيدو ديال هاد العيمة شفتو هادوك الطريفات اللي كيشيطو ليا راه من هاد صافي هادي هاهم حيدتو دابا غادي نخيطو هادو دابا هادو لهنا دابا غنشد هادي غادي نهديها هاك هاك بحال هاكا غنخيط بحال هاكا لما سالي هادي هادي كتمشي عند هاد خيال البنات يبان بحالها هاكا غنجدي هادو كلهم غندور عليهم مزيان وغنكمل معاكم هنا كنوريكم هنا الخيطات شفتو شوف هاي تشدات دابا صافي ملي تجمع هاكا تجمع القنف مع القنف صافي تسدات بحال هاكا دابا غادي نركب ليها لاستيك دابا هنا نسمعي لاستيك دابا هذا هو راس ديال الناموسية من هنا كنبداو كنشد كنفوت هاد الخياطة كنفوت وكنوحل لاستيك من هنا وكنجبد مزيان باش كتجبد ليا هاني
صافي كنحوس على الخياطة شي 50 سنتيم أو 40 سنتيم، وكندوز مع الراس أو ثاني 50 سنتيم، يعني كنشد هنايا 50 سنتيم وهنا 50 سنتيم. المهم غادي نعلمهم واحد الفليل، كنتمنىكم الشرح يكون واضح ليكم. ها دابا هادي 50 سنتيم، غندوزها بلاستيك باش كتجمع. دابا هانت جيت الخياطة هنا وخديت 50 سنتيم، ياك، وها هي الخياطة عاوتاني من الجهة الأخرى 50 سنتيم. هادي غنعلمها بالفليل ونعلم هادي بالفليل. صافي وغنشد هاد الجهة تاهي بالفليل. صافي دابا شفتو هاهي الخياطة، ها الفليل، ها الخياطة 50 سنتيم، وها الخياطة عاوتاني، وها الفليل لي درت بيه 50 سنتيم، وغادي نلصق دابا لاستيك. هنا غادي نخيط وغادي تشوفو الطريقة باش كنخيط. غادي نلصق أول حاجة، غادي نلصق لاستيك هنا في هاد الجهة. شوف كيفاش غندير، ها غنجبد لاستيك مزيان عندي ونحطو في الكاشميرة. هنا غنجبد عاوتاني ونحطو هنايا. هنا مشات الفليل او غادي نحيدو. غادي نعصر على البلاصه، ها صافي. وغادي نثبت الخياطه مزيان هنا باش ما يتخطاش. صافي هنا شفتوها كيف تشدات الخياطة، شفتو كيف شحال جمعت. هاهي 50 سنتيم، 50 سنتيم هي ميترو، هاهي ولات غير 20 سنتيم هنا و 20، يعني الثوب هنا هاهو تجمع. صافي هادي هي خياطتهم بحالك، هذه هي الخياطة، ما خصوش عليها حتى شي حاجة. دابا خيطتها هي تشدت. إلا بغيتو دوبلو هاكا مزيان كدوبلو. أنا صافي قلت بلا ما ندوبلها، صافي نخلي عليها ستيك هاكا، هادشي لي كاين. وملي غادي نكملها غادي نتلاقا فوق الناموسية وغادي تشوفوها بحال الشكل لي عند ولدي الكبير في ناموسيتو. المهم نساليها ونتلاقا فوق الناموسية وغتشوفوها. بالنسبة للمخدة هي هادي، أنا الثوب كان عندي فيه 3 مترو، حيدت نص مترو اللي غندير في المخدة، وخليت 2.5 متر اللي درت في الناموسية. هاد المترو، هاد نص مترو هو اللي غندير في المخدة. هانتوما كتشوفو كنقلبها على وجهها وكنشدها من هنايا حدا وكندير الخيطة. ما غادا تسلسلة حتى خيط هاد الجناب.
غادي يلزم بلاخر حتى هو وغادي يشدو ياك. هنا كيف تشوفوا شو اوصل قلت هنا بكم حلول. هنا غادي ندخل السلسلة بعدو الراس ديال السلسلة غادي ندخل هذا هنا هنا كنشدو السلسلة هاكا صافي وصل الزوج خياطة تلفقاو تسنين بس شوية هاكا صافي تثبتوها هنايا وصافي وكتبداو مزيانة كنتمنى الشرح يكون واضح ليكم. هنا هاي السنيسلة راكبة هاي السنيسلة في بلاصتها دابا غندور بها بالخياطة غنشد هاد الجوانب هاد الجناب غنشدهم من بلاصة ديال السلسلة هاكا وغنمشي معاها كاملة بالخياطة صافي. هنايا كملت هاد الغرفة كاملة وهاهي ولات مخيطة خيطة رائعة وصيصبة وفي النعاس تطبل الوليدات والبنيات والميمات وباش تتحكم الخياطة مزيان باش كنحكمها أنا وتثبت وتعطى منظر المخيطة ملي كنقلب المخيطة كنهبط عليها من الخياطة كندور بيها عاوتاني الخياطة من الفوق كتعطى واحد الديكور لي شفتو في لي زور تاعو. البنات شوفو هاد اللوحة الفنية اللي درت أنا كملت البياسة هادي غير يفيق ولدي ونصاوب الناموسية وتشوفوها وشوفو هادو حلفتي منضيعش حاجة عرفتي والله لي زوينة هاكا نغطي بيها خبيات أجات كشميرة كبيرة عرفتي شحال جا فيها يا طويلة زوينة إيوا صافي بغيت نسهر اليوم نحيد الخدمة اللي عندي هاد النهار كاملة حيت عندي شي خدمة أخرى يلا غنقدر على السلعة إيوا صافي بقاو ليا هاد البياسات صافي جمعت هادي مونتي ديال ولدي وغادي نمشي دابا المونتي ديالي هاو أكتوب ديالي أنا كله في البيض. هنا البنات هي ديال الوليد هي بحالو بحال الولد الكبير ساليسه درت له لوينات اللي في الحيط
هادشي اللي كان حيت لي زور دايرهم لي في الزرق، ومازال غنزيدو لوين اخر، يا اما في البلومارين يا اما في الكرونه. عجبني الكرونه اللي خيط دوك الوليدات، دوك الوليدات خيط لهم الكرونه والخضيدر والزرق، الله يفرشوهم بالصحيحه والسلامه وبالنجاح يا ربي يا ربي. هنا البنات كنوريكم الخياطه اللي وريتكم الديكور ديال الخياطه كيف كيجي. كيجي القنت على القنت المخيطه، كيجي هاد الديكور مدوبل في الخياطه، وفي نفس الوقت ما كديش مخده ستامبل، كيجي عطي واحد الجماليه، واحد الديكور واعر. البنات هذا هو الفيديو، هذا هي طريقه الخياطه. هو شاركت معكم كل شيء، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، حتى نتوما ما تخبيوش عليا دوك اللايكات والتعاليق الغزاله اللي كتفرحوني بيهم، ما تنسونيش منهم. وباقي ان شاء الله ندير لكم المزيد، باقي ان شاء الله ملي فرشت الناموسيات ديالي راه خديت انا رشتو الابيض، وخديت واحد الخضيدر ما وريتوش لكم نسيتو. هادو هذاك الابيض غير ب20 درهم، والخضيدر خديته ب 25 درهم. نهار طلع الناموسيه وتنقادها غادي نوريها لكم. هنا قلت لكم رانا غندير ليهم خيط حتى هو في البيض، الثوب البيض خديت فيه 7 متر، ملي غيبقى ليا غادي ندير مخيط ديال ولدي الصغير ومخيط ديال ولدي الكبير باش يزينوا هكا الجماليه ديال الناموسيه. كتجي مخيطه صغيره ومخيطه كبيره كتكون زوينه، والمخيطات الكبار تما كيجيو زوينين. يلا البنات خليت لكم الراحه.